مساء الخير، كيفكن جميعا؟ شو اخباركم؟ بتمنى تكونوا بخير يا رب. ما بعرف اذا عم بتعانوا مثلي من جوع اخر الليل، خاصة نحن هلأ بالشتي وليل الشتي طويل كتير، الواحد صاير عم يتعشى كذا مرة، ومثل كل يوم احترت شو بدي اتعشى. ما خطر لي الا انه اقوم اعجن واعمل بيتزا، حبيت شارككم فيها. ويلا ما بدي اطول عليكم بالحكي، مننتقل فورا للطريقة. مننتقل هلأ لمكونات العجينة. عندي معلقة كبيرة سكر خشن، معلقة حليب بودرة أي نوع، وظرف خميرة، ومعلقة صغيرة ملح، وعندي كمان بيضة، ومعلقة لبن، طبعا فينا اللبن نحط أكتر، وربع قالب زبدة، كاستين مي دافية، وكاسة صغيرة زيت نباتي، وعندي كيلو طحين، ويمكن ما أحتاجه كله. هلا بالبدايه راح اضيف معلقه السكر ومعلقه الحليب ومعلقه وظرف الخميره. الملح طبعا ما راح اضيفه، لان بس ضفت الملح بيبطل مفعول الخميره. راح اضيف كمان كاسات المي الفاتره، وبحرك الخليط وبتركه تقريبا شي 5 دقائق لحتى يطلع لي هيك مثل فقاعات، او بحس انا انه اختمره وقت انه اضيف الطحين. هلا بعد ما مرق شي 5 دقائق تقريبا رح اضيف الطحين، ما رح اضيف الكيلو كله، رح اضيف 3 ارباع اكتر شوي، لان انواع الطحين بتختلف عن بعضها، فما دائما يعني بتطلع المقادير مزبوطة على الليبرة، لذلك رح اترك شوي طحين بحيث اذا احتجت برجع بضيفها. هلأ بعد ما حركت المقادير شوي مع بعضها تقريبا جانست، رح اضيف الزيت النباتي واللبن. صحيح بالنسبة لللبن ما بالضرورة اللبن يكون تازة، بالعكس اذا اللبن كان صار له كم يوم يعني بيكون فيه فقاعات وهيك بيطلع انجح للعجين، بيعطي كمان تخمير اكتر. هلا راح اضيف البيضه وضيف الملح وبعجنهم شوي، وبعدها بضيف الزبده وبرجع بعجنهم. طبعا مده العجن راح تكون تقريبا 5 دقائق، بصير اكتر شوي. هون انا عم احس العجين بدها شويه طحين، فعم ضيف له هيك لحتى تقريبا خلص الكيلو كله. طبعا منضل منضيف طحين لحتى نحس العجين انه هذا شيء نحن منقدره، لحتى تصير العجينة طرية وما بتلزق بالايدين، ما مريقة. هلأ هيك انا خلصت التعجين، رح اغطيها واتركها تختمر. وبالنسبة لنوع الخميرة انا بستخدم هذا النوع، بحبه كتير، بحسه كتير كويس. هلأ رح اغطيها بغلاف نايلو، طبعا فيكم تغطوها باي كيس نايلو بصير، بس ما بنلزق الكيس فيها عشان نعطيها مجال لانه تختمر. راح احطها بالغرفة قريب من الصوبيا، طبعا بحكم انه الدنيا شتي وبالصيف على الشمس. هلا لبين ما اختمرت العجينة عندي راح اعمل صلصة البيتزا. هلا للصلصة عندي 5 حبات بندورة حجم وسط، بفرمهم اما عم حضرت الطعام او ببشرهم. عندي بصلة صغيرة كمان، وزعتر اخضر مجفف، وكاتشب. بالبداية رح دبل البصلات، بحطهم بطنجرة فيها زيت نباتي حامي، بدبلهم وبس دبلو رح اضيف البندورة. هلأ بترك البندورة على النار لبين ما تغلي. هلأ هون عندي غلت البندورة، رح اضيف شوية ملح والكاتشب طبعا حسب الرغبة، انا بضيف معلقة معلقتين تقريبا يعني بشكل تقريبي، وكمان الزعتر البري. ما بعرف ليش بتعرفوا، بحس الزعتر البري هو اللي بيجيب طعمة الصلصة تبعت البيتزا. رح اترك الصلصة تغلي شوي وبعدين بطفي الغاز. منجي هلأ لمكونات الطبقة التانية اللي فوق العجين. عندي هون جبنة مشللة وجبنة موزاريلا او اشقوان او اي جبنة بتتوافر عنا بالمحلات، انا بحب اخلط نوعين جبنة. وعندي صلصة البيتزا اللي عملتها، درة مسلوقة بتجي معلبة وجاهزة، ومرتديلا بقطعها قطع صغيرة، فليفلة خضراء وفليفلة حمراء دوائر، زيتون أخضر وزيتون أسود كمان أو بيقولوا له عيتون. هون عندي العجينة بعد ما تضاعف حجمها إلى تقريبا شي 3 ساعة، فيكن تلاحظوا الفرق بين قبل ما تختمر وبعد. رح ارجع اعجنها نتفة صغيرة وبعدين بقى بشتغل فيها. رح افرد قسم منها بصينية
على قد الصينية، وبضيف بقى المكونات صلصة البيتزا بدهنها فوق العجينة، وبضيف بقى باقي المكونات كمان. الجبنة بحطها فوق الصلصة مباشرة قبل المكونات البقية. هلأ بالنسبة للجبنة هذا أمر اختياري، فينا نستخدم جبنة عادية نبشرها ونحطها، بس هيك ما رح تسيخ معنا، فلذلك أنا بحب استخدم جبنة مشللة مع أشقوان أو موزاريلا اللي هي بالأساس خاصة للبيتزا. طبعا ما ننسى ننقع الجبنة المشللة شوي لأنه كتير رح تكون البيتزا مالحة إذا حطيناها بدون نقع. هلأ بقى بضيف باقي المكونات. بالنسبة للذرة والمرتديلا هدول اختياري لأنه كتير في عالم ما بتحبهم بالبيتزا، بس أنا كتير بحسهم بيعطوا منظر شهي وبيعطوا نكهة كمان. هيك صارت صينية البيتزا عندي جاهزة، ما ضل بدي إلا الخبز. هلأ بننتقل للنوع الثاني اللي هو بيتزا قطع صغيرة. ما بعرف أنا بفضل هذا النوع أكتر من القرص الكبير. هالنوع هذا بيستوى بسرعة أكبر بكتير من القرص، وبحسه ما بعرف بحسه ألذ أطيب. طبعا هذا الشيء أذواق. طبعا بفرد كرات العجين هالصغيرة مثل ما عملت بالصينية الكبيرة، وبضيف لهم المكونات نفسها وبالترتيب نفسه. هلأ البيتزا الدوائر الصغيرة كتير بحسها حلوة ومريحة لحفلات أعياد الميلاد، لرحلات الأطفال، النزهات العائلية برا، كتير بحسها مريحة لهيك شيء. أما القرص الكبير بحسه بيلبك، يعني بقى الواحد بده يعمل قراص كبير كتير وتقطيع وهيك شيء، ما بعرف بفضل القطع الصغيرة كتير أنا بهيك شيء. وهلأ هيك صارت الصينية التانية عنا جاهزة، منظرة عن جد كتير حلو وكتير بجوع. هالألوان هاي بسمع أنه بيستخدموها بالمطاعم بالإعلانات مشان تجوع الزباين، كنت فكر هذا الشيء مجرد حكي، فعلا طلع حقيقي. هلأ رايحة مباشرة أخبزهم وبرجع لكم مشان فرجيكم شكلهم بعد الخبز كيف صار. رح أشغل الفرن من فوق ومن تحت وما بطول، بيستهلكوا وقت من 5 إلى 10 دقايق حسب الفرن. طبعا هيك شكلهم بعد ما طلعتهم من الفرن مباشرة وعم قطعهم، منتبهين كيف الجبنة سايخة. عن جد منظرهم كتير حلو وريحتهم كتير كتير حلوة، المنظر فعلا بجوع. وهذا منظر الصينية التانية قطع البيتزا الصغيرة، عن جد كتير المنظر حلو بحير أي شكل أحلى، الصغار أو القرص الكبير. وهيك بتكون انتهت وصفتنا لليوم، بتمنى انه تنال اعجابكم، والف صحة وعافية على قلبي وقلبكم يا رب.